في إدلب، زكوان الحديد. زكوان، ماذا عن بلدة خان السبل؟ معلومات تحدثت عن استهدافها بعشرة صواريخ من طائرة ميغ. خان السبل تعرضت لغارة جوية، هذه الغارة بالطيران الحربي ألقت الطائرة بشكل مباشر ولأول مرة تقوم به الطائرات الحربية أن تقوم بإفراغ كامل حمولتها من الصواريخ. خان السبل لم تردنا حتى الآن الأسماء أو أعداد الشهداء أو الجرحى، ذلك بسبب حالة الخوف وحالة فشال الجثث من الأراضي حيث تم الاستهداف. الطيران الحربي أيضا قام بشن العديد من الغارات الجوية على مدينة معرة النعمان، وأيضا ألقى صواريخه على المسجد القرية القديم في حنتوتين. مدافع الفوزديكا من حاجز الحامدية لم تهدأ على مدار الدقيقة منذ ساعات الصباح وحتى الآن، وقد تم قصف العديد من القرى مثل دير سامبول وحنتوتين وبينين وسرجة وكفرومة وحاس وطريق البارة المعرة، بالإضافة إلى بلدات الريف الشرقي من معرة النعمان، الدير الشرقي وتل منس ومعر شمشة ومعر شيورين والدير الشرقي. هنا في ضمن سياسة يتبعها النظام لإبادة كل ما هو أعلى من سطح الأرض، إما يقوم باستهدافه بالمدافع أو استهدافه بالطيران الحربي أو المروحي. الطيران المروحي أيضا ألقى عدة براميل فوق مدينة خان السبل. هناك حديث عن دمار كبير في هذه المدينة. نعم، زكوان حديد، شبكة شام الإخبارية، شكرا لك.